دعت وزارة الداخلية قائد المركبات إلى التأكد من صلاحية المركبات خلال فصل الصيف، كما شددت الوزارة على ضرورة عدم تحميل المركبات بأكثر من طاقتها خلال السفر بها عن طريق البر. تنوه وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، إدارة الفحص الفني، وذلك استعدادا لموسم الصيف لمستخدمين الطريق من المواطنين والمقيمين، وذلك للتأكد من صلاحية المركبات، وكذلك الصيانة الدورية لتأكد من إطارات المركبة والتأكد من ضبط الإطار بنسبة الحمولة المسموح فيها، وكذلك نوه على الإخوان المواطنين المقيمين أثناء السفر بالسيارة بعدم تحميل المركبة حمولة تزيد عن طاقتها، وذلك لسلامتهم وسلامة إخوان مستخدمي الطريق. المسموح للتظليل لجميع أنواع المركبات بنسبة لا تتعدى 30% لجميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي.